خلي بالك من كلامك يا فرج، اللي انا خدته ده حقي انا وابني، حق الشرع يا حاج. هو في بني ادم يورث حد بالحياه؟ في شرع مين ده؟ ما تنساش ان شركتك دي انا اشتغلت لك فيها الليل نهار، عملت لك فيها ارباح ما كنتش تحلم بيها، واسال منتصر اللي شغال عندك ده. حتى الناس اللي جم يهددوني عشان يبتزوك ساعتها خاطرت بحياتي، وكانوا عايزين يخلصوا مني زي ما كانوا عايزين يخلصوا منك. ايه يا فرج، نسيت لي كل ده؟ لا ما نسيتوش. ما تصوريش قد ايه كنت شايل جميلك ده فوق راسي لغايه ما الطعنه جت في ظهري وسبتيني مرمي في السجن، ورحت خدت حكم بالطلاق وخنتيني واتجوزت ماجد الله يرحمه. بس انتقام ربنا كان كبير قوي. ما تبقاش ظالم يا فرج، ماجد الله يرحمه كان بيحبني من قبل انت ما تتجوزني. وبتقولي كده في وشي؟ مع ذلك ضحى بحبه عشان خاطرك، عشان يشيل لك الجميل عشان انت ربيته. وبعد ما اتطلقت منك قابلته في بيروت، قلت له ان انا اتطلقت وقال ان هو بيحبني واتجوزني. ما تحاوليش تبرئي نفسك يا زهرة، مهما قلتي هتفضلي في نظري خاينة. وعشان تكفري عن غلطك ده مفيش قدامي غير حاجة واحدة. لا هي يا فرج؟ تجيلي وتقولي سامحني يا فرج، وتعرفي شرع ربنا، تطلبي مني ارجعك ولم شملك انت وابنك. الراجل اللي انا متجوزه وعلى ذمته ده مش جوزك، عندك انت بس. انا متجوزه على سنه الله ورسوله والناس كلها عارفه كده. جواز باطل، واللي اتبنى على باطل يبقى باطل. ده باطل عندك انت بس. فكري كويس يا بنت الحلال، افتكر انت عارفاني كويس وعارفه ان انا ما اسيبش حقي حتى لو كان على رقبتي. اتفضلي خد ابنك، انا ممكن احرمك من هناك، لما احب اشوفه هعرف اشوفه بطريقتي. امال انا باقي على حليمه وفهيمه ليه؟ اخوك كمان ملوش لازمه عندي. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا. خير يا حاج، اقول مبروك. واللي العيال اللي راحوا شرم الشيخ يرجعوا، والعيال اللي ماسكين خليل قال لهم يسيبوه يروح. ازيك يا ست الكل؟ اهلا يا حبيبي، منور الدنيا والله. ربنا يخليك. ايه يا زهره، رجعت من شرم الشيخ؟ بقى لها يجي ساعتين. مش فاهم ايه اللي رجعها دي بس. ايه؟ الحمد لله انها رجعت. دي لو كانت عرفت ان ابنها اتخطف وهي هناك كانت اتجننت. يا ستي هو خطف الواد عشان هي تروح له، تقوم هي تروح له برجليها؟ ما كانت تستنينا كنت هتصرف انا يا طنط. ما تتصرف يا حبيبي، احنا فيها. ها؟ ما انا هتصرف ايوه، بس لازم الاول استنى لما هي ترجع بقى عشان اشوف قالت له ايه وقال لها ايه وكده. الله، ايه الكلام ده؟ انت مستني لما يخطفوا بنت كمان؟ هي مش مراتك دي ولا ايه؟ ايوه مراتي طبعا يا طنط، بس اصل هي اتسرعت وراحت، فانا هستناها بقى لما هي ترجع ان شاء الله. لا انا مش هستنى، انا هتصل بفوزي حالا. ايه اللي كل شويه هتصل بفوزي؟ هتصل بفوزي ايه؟ فوزي ده حسام حسن يعني؟ يا رب، ده مين اللي بيخبط ده؟ اللي قاعدين فيه جسر الجايين. بس يا بديعه تعالى يا بنت، افتحي يا بنت، شوفي مين اللي مسروق على الباب كده. يا بنت وحشين. هي حماتي هنا ولا ايه؟ اهو يا اختي، لا اتخطف ولا حاجه، ورجع لك زي ما خرج عشان تبقي تصدقيني. انت كنت فين يا خليل؟ لا كنت مخطوف شويه ورجعت كده، انا مش قايلك في الموبايل ان انا كنت مخطوف. ايوه اهو شفت ياما صدقتيني. واللي يا اختي بيتخطف بيرجع وشه مورد كده لا اصفر ولا حاجه. ايوه صحيح، انت كنت فين وسابوك ازاي؟ زهقوا مني، وبعدين اختي زهره اتصلت بيهم قالت لهم سيبوه يا رجاله روحوا سايبني. هنبدا بقى في الاوانطه وفي اللاوعه وفي الكد. لاختك زهره هنا في مصر؟ ما انت كنت دايخ عليها عشان تعرف مكانها عشان تقبض الفلوس. ايوه صحيح يا خليل، ها
هي اختك لحقت تيجي؟ ايوه اختي زهرة رجعت مصر. وانت بقى اللي قلت للحاج على مكانها؟ ها وداك فلوس؟ اداك كام يا خليل؟ مالكوا؟ ما تهدوا شوية حالكوا، انا اتفقت معاه بس لسه ما قفشتش. انت يا واد مش اتنيلت على عينك وقلت للحاج على مكان اختك؟ الحظ النحس لما بيهل بيهل. انا اتفقت معاه بس لسه عايز اقبض منه الفلوس، لقيت اختي طبت. لا انا الكلام ده مش داخل دماغي ابدا. ولا داخل دماغي انا كمان. يا واد بطل كدب وملاوعه بقى. لو ما كنتوش مصدقوني والكلام ده مفكس معاكو، روحوا اسالوا الحاج قولوا اديتوا فلوس يا حاج ولا ما اديتوش، هقول لكم ما اديتوش فلوس. واسالوا على زهره هتلاقيها وصلت مصر. بس انا بقى في حزبه تانية هنا. حزبه ايه يا جدال؟ عادي تكونش مدين الحاج بفلوس. مديله بوتجاز بعين واحده كده بالقسط. في ايه حماتي؟ انت عايز ايه؟ مالك محموقه كده؟ داخله ليه بينه وبين مراتي يا حبيبتي؟ لازم اتحمق يا جدال عادي. لا هي مراتك دي مش بنتي ولا مش بنتي. تلاقيها بنت متجوز عليكي وانت مش دريانه. ايوه خش بقى قلبي على الحته التانيه. سكاني شعليلي شعليلي، عايزه تعمليها جنايه. بقولك يا خليل سيبك من امي وكلمني انا. ايه موضوع الحزبه التانيه دي؟ قلت له يا حاج ابنك مستخبي فين واتفقت معاه على فلوس ولسه هقبضها. كام؟ تعالي هنا. الحلاوه والجمال دول بتوعي انا لوحدي. ما تبالغش قوي كده، انا هطلع اغير هدومي وانزل. تنزلي تروحي فين؟ انزل اروح شغلي. شغلك ايه يا زوز؟ ما هي بقى لنا اسبوع ما شفناش بعض ولسه راجع من السفر، هتنزلي وتسيبيني؟ طبعا، سايبه عشان كده بقى لها شهرين. ايه يعني؟ والله مش كنا في شهر العسل؟ شهر العسل. شهر العسل ده خلاص خلص من زمان. ومين ده اللي خلص؟ على انها حياتنا كلها تبقى عسل في عسل يا عسل انت. انت شايف كده؟ طبعا. طب يا استاذ بقى، والمشكله اللي انا واقع فيها؟ انت قصدك على الحاج فرج بتاعي ده؟ يا ست انت مش رحتي له ورجعتي؟ لو كان يقدر يعمل حاجه كان عملها. هو كل اللي قدر عليه ان هو يخطف ابنك ويخطف اخوكي. الراجل ده يقدر يعمل حاجات كتير قوي، لان للاسف القانون في صفه، بس هو بقى اللي مش راضي يعترف بالقانون. والله اذا كان القانون في صفه فالقانون في صفي انا كمان. امال ماجد اتجوزك ازاي يعني؟ واللي يرسى على ماجد يرسى على غيره. ماجد خلاص مات وساب كل الحاجات دي. مات وساب المشاكل والقرف ليا انا بس. والله ما حدش كان ضربك على ايدك. احب افكرك بقى ان انت اللي فضلت تجري ورايا واستغلت ضعفي بعد موت ماجد الله يرحمه، وهعمل لك وهسوي لك وحل لك مشاكلك. خليك راجل بقى وحل لي مشاكلي. اخص عليك يا زوزة، اسمعي مشاكلنا مش انا وانت واحد يا حبيبتي. الكلام حلو قوي، انا عايزه بقى فعل. انت هتشوفي الامر ما حدش شافه، بس انت شيل الموضوع ده من دماغك خالص. اشيل ايه؟ عايزه اشيل من دماغي موضوع ممكن اخش فيه السجن. يا ستي ما تكبريش المواضيع دي، تخش السجن ايه؟ اولا انت ما غلطتيش، ثانيا انت تبعتي كل الاجراءات القانونيه، وبعدين ما تخافيش. انا هكلم واحد صاحبي محامي عقر في مواضيع الاحوال الشخصيه دي، شوف لنا حل ونخلص من موضوع الحاج فرج ده. قولي لي بقى، في اكل ولا اروح اكل عند امي؟ لا روح كل عند امك. على الاقل امي بتعرف تطبخ. حجاج الحاج فين؟ الحاج مش موجود. ازاي مش موجود؟ ده كان هنا من شويه. قصدك من ساعتين. انت عارف الساعه كام دلوقتي؟ الساعه كام دلوقتي؟ طب ما تعرفش يكون فين دلوقتي؟ هو قال انه راجع البيت، اصله بيحب دايما يتغدى هناك. الغدا هناك حلو قوي طبعا، لازم يتغدى هناك ولا نشوف. طب بيجي بعد الظهر؟ ساعات، بس ما قالش انه راجع النهارده. انا شايف انت تجيله بكره. لا بكره ايه؟ انا عاوزه في موضوع مهم جدا ضروري لازم النهارده. طب ما تكلمه على الموبايل بتاعه، انت مش معاك نمرته؟ بس ما ينفعش، ما عنديش رصيد انا للموضوع ده، موضوع كبير قوي، ما ينفعش. طب انا اعمل لك ايه بقى دلوقتي؟ طلع لي بيجامه وحلم هنا للصبح. مالك يا حاج ما بتاكلش ليه؟ ما تاك. على قد نفسي يا فهيمه. ليش يا حجي؟ الاكل مو عاجبك؟ هذا الاكل كله انا طابخته اليوم. بابا اكيد زعلان من حاجه. بعاش ولا كان اللي زعلك يا حاج؟ لا حقيقي يا بابا، انت كنت متعود تهزر معانا واحنا بناكل. لا بجد يا بابا مالك؟ تقبر قلبي يا حجي، شو هاللي مزعلك؟ الحاج فرج موجود؟ موجود بس بيتغدى. بيتغدى ايه؟ بيتغدى. طب لو سمحتي قولي له الاستاذ خليل عاوزك. من فضلك. نعم. قولي له خليل بيه، خليل بيه طرف الحاجه زهرة، وبسرعه علشان بس الغدا يعني. حاضر. لو سمحتي بسرعه بسرعه.
مؤاخذه يا حاج، في واحد اسمه الاستاذ خليل عايز حضرتك. خليل؟ مين هو هذا خليل؟ بعدين انت مالك شايفه انه الحاج عم يتغدى؟ هو بيقول انه من طرف الحاجه زهره. يوه، احنا ما صدقنا خلصنا من الناس دي. خليه يجي يا بنتي. يجي ايه يا حاج؟ يجي ايه؟ هتسيب اكلك عشان خليل ده؟ يا ستي مين قال لك هسيب اكلي؟ ما انا قلت لك خليه يجي نشوف عايز ايه. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. خير يا خليل، في ايه؟ خير، كل خير، كل خير الحمد لله. بسم الله خليل. بالهنا والشفا، بالهنا والشفا. خير. كان في موضوع كده اتكلمنا فيه انا وحضرتك يعني من فتره. موضوع ايه؟ اما نكمل بعد الاكل احسن. يعني موضوع، كان موضوع ابن سيادتك. انا اتكلمت معاك انت في موضوع ابني؟ انت مالك انت ومال ابني؟ ايوه يا حاج، انا قلت لك على مكان ابنك فين، قلت ليك 25,000 غير الفلوس اللي هتاخدها من اختك زهره. عندك يا حبيبي الجمل بما حمل، اختك زهره، روح خد منها الفلوس اللي انت عاوزها. طب وانا اخد من اختي بمناسبه ايه؟ كلها من فلوس فرجة باليسر اللي انت خدتيها. ايه ايه انت مالك بتقلبيني انا والبسطه كده ليه؟ اصل بصراحه بقى يا زهره ما كنتش عارفه انك جايه النهارده من السفر، وبعدين كنت موعده واحده صاحبتي ان احنا نتعشى سوا. موعده واحده صاحبتك برضو ولا الولد؟ لا مع الولد بخ بقى خلاص. وانت كنت ابتديته عشان يبقى بخ؟ بصراحه بقى يا زهره طلع فيه شويه حاجات كده مش عاجباني. لا طلع عليه الادب؟ لا لا مش للدرجه دي. الولد مقدم بس هو فيه شويه حاجات كده رخمه. ايه الحاجات الرخمه؟ بخيل. بخيل وامه مسيطره عليه. لا الاثنين صعبين قوي. طب ايه رايك لو جوزتك الحاج فرج؟ واو والله انا ما عنديش مانع، بس مش لما يخلص موضوعك الاول. ما انا هعمل معاه مقايضه يا هبله. قلت لك يا حبيب ان الست اللي تتجوز كتير دي ما يبقاش ليها امان. هتعمل ايه يعني يا ماما؟ بقول لك ايه يا حبيب، انت شايف من ناحيتها انها عايزه ترجع لجوزها الاولاني. يعني ايه ترجع لجوزها؟ وانا ايه شراب؟ طب انا ايه يعني الزوج اللي خد على قفاه فيه يا ماما؟ خد يا حبيبي. طب مش عايز اكل حاجه، انا عمري ما حد ضحك عليها وخصوصا النسوان. ده انا لما اتجوزتها كانت بتموت في ماجد وكانت مش قادره تنساها خالص وانا نسيته لها. انا مش عارفه انت هتموت نفسك عليها كده ليه؟ ما تسيبها يا حبيبي وتروح تتجوز اللي بتحبك. اللي بتحبني؟ اللي بتحبني يا ماما دخلت عليا النادي وهي مجيشة واد فرفور اسمه حماده. سيبيني والنبي سيبيني، انا مش طايق نفسي. سيبيني يا ابني. يا حبيبي قدامك البنات كتير، انا مش عارفه انت لازق للست دي ليه بس؟ انا ما ينفعش اطلع من المولد بلا حمص. وبعدين في ايه؟ انت ناسيه انها حامل مني؟ ودانا غالي يا ماما، وخصوصا بقى لو كانت دانا ده ولد مش بنت. هي ناقصه؟ انت مش قلت لي انها مخلفه من اللي قبلك اتنين؟ خلفه اتنين منهم واحد حراق قوي ابوه مستعد يدفع فيه ملايين عشان يغير اسمه من ماجد لابو اليسر. التاني بقى غلوب مالوش غير نصيبه وفلوس امه بس. يا ابني انت الحمد لله مبسوط وكويس، وباباك سايب لك ورث يعني مش محتاج. مبسوط؟ لا ماما لا انا مش مبسوط خالص. ده احنا اللي عندنا ده ما يساويش واحد على مليون من اللي عند زهره. يا بنت اللعيبه طول عمرك ناصحه، اول ما الراجل دخل السجن قال لي تاخد حق ناشف. يعني ايه؟ يعني خدت حقها وحق ابنها كانها ورثه الراجل بالظبط. يعني ورثته بالحياة. مش احسن ما كانت تستناه 15 سنه اما يطلع؟ اهو خرج. هو كان حد عارف ان هو هيخرج؟ بس عموما بقى زهره انا محضر لك نفس البومبه اللي انت رزعتيها للحاج فرج. والله انا خايفه عليك يا فريد، خلي بالك من نفسك، على راي المثل تيجي تصيده يصيدك. هنشوف. اعمل ايه؟ الراجل قرطصني وقال لي روح خد فلوسك من اختك. طب ما تروح لها يا حبيبي، مستني ايه؟ ايوه تروح، هو مش حقنا ولا ايه؟ حقكم ايه؟ انتوا اتجننتوا في عقلكم؟ انا اروح لزهره اختي اقول لها انا فتنت عليك يا حبيبتي؟ قلت للحاج فرج انت مخبيه ابنك فين عشان يخطفه وعايز 25,000 جنيه؟ ده تديني 25,000 شلوط في حلق بقي. انت يا راجل انت مش قلت لنا قبل كده المقاوله على بعضها 75,000 جنيه اوان بقت 25؟ الكلام ده لو كانت زهره لسه مبلطه في شرم الشيخ، لكن النحس بقى خلاها تطب علينا من غير احم ولا دستور. وانت مالك يا حبيبي؟ انت مش غنيت وخلاص تبقى تقبض اجرتك؟ يعني انا مثلا لو غسلت واحده وعدت عليها وصحيت تاني مش هاخد اجرتي؟ صحيت تاني؟ انت عايزه تغسلي واحده وتصحى في ايدك
ده انت تكتمي نفسها عشان تقبضي. وبعدين ايه حكايتك؟ ايه حكايتكو؟ انا اللي بعيده وبزيده قلت لك ما ينفعش اروح اقول لزهره انا فتنت عليك. امي تقطعني يا نهارك اسود. يعني ايه يا خليل؟ خلاص بس الراجل جوزك ده هوت ملاوع وبحوره غويطه واحنا اللي هناخد منه لحق ولا باطل. اسمعي كلام امك، الحكايه فيها ان فعلا الحكايه فيها ان انا كل اللي عاوز اعرفه ليه نوال قالت لي على مكان زهره، وليه نوال برضو عاوزه تخلي زهره ترجع للحج فرج. لا الحكايه فيها حكايه. مالك يا حبيبي؟ ماليش، انا تمام اهو. تمام ازاي انت على طول سرحان ومساهم، متحاولش تشركني في اي حاجه كأني مش مراتك حبيبتك. اولا يا نوال، افتكر ان السرحان ده حاجه طبيعيه جدا في حالتي. ثانيا اكيد انت عارفه انا بفكر في ايه او سرحان في ايه. ثالثا بقى انت فعلا مراتي حبيبتي، وانت بالنسبه لي كل حاجه في الدنيا. بس طالما فيها بس يبقى انت ناقصك حاجه وانا مقصره معاك، قولها لي وانا اعملها لك. يا نوال انت ليه عامله نفسك مش واخده بالك؟ ليه بتعامليني وكاني انسان طبيعي وكاني علاقتنا ما فيهاش حاجه مش طبيعيه؟ ليه يا حبيبي؟ احنا زي اي اتنين طبيعيين حبوا بعض واتجوزوا بعض، واذا كان على الحاله اللي انت فيها بكره ان شاء الله هتخف وهتبقى زي الفل. بس انت اصبر شويه اكتر من كده. يعني ولا انا عارف انك واقفه جنبي وانك بتحبيني كاي زوجه مخلصه بتحب جوزها، لكن بمنتهى الصراحه بالنسبه لي ده مش كفايه. انت مش قادره تساعديني افتكر حياتي اللي فاتت. انا كل اللي عرفته منك شويه تفاصيل عن علاقتنا قبل الحادثه، بس ده مش هيرجع لي الذاكره، الذاكره اللي حاسس من غيرها ان انا تايه ضايع، ان انا مش طبيعي. يا حبيبي انا قلت لك كل اللي انا عارفاه، انت ليه حاطط في دماغك ان في حاجات انا ما قلتها لكش؟ وبعدين انا زمان كل اللي يهمني كان انت، لان انا حبيتك انت وحبيتك بجد. انا مش ذنبي يا ماجد ان انت ما قلتليش اي حاجه عن اهلك وعن اخواتك وعن اصحابك، بس انا ممكن اعمل اي حاجه انت عايزها. انا مقدر كل اللي بتقوليه، بس علاقتنا هتفضل دايما ناقصه حاجه مهمه جدا لغايه ما ترجع للذاكره. ساعتها بس مشاعري ناحيتك ممكن تبقى كبيرة. عرفت انك اتجوزت؟ عرفت ازاي يا حمزة بيه؟ نعرف كل حاجة بتحصل في البلد حتى دبة النملة. والايه؟ عمتك قعدت تقرب فمك لغاية لما عرفت وزعلت قوي. لا انا مش قد زعل عمتك، هي بس الجوازة دي كانت لازم تتم بطريقة معينة. يعني ليه؟ جوازة في السر؟ تبع المخابرات؟ لا مخابرات ايه؟ بس العروسة اصلها كانت حزينة على جوزها اللي مات الله يرحمه في حادثة الطيارة. على فكرة هي معروفة قوي. مش دي زهرة مرزوق؟ هلا انت عارف كل حاجة. دي ست مليانة فلوس، انت ما تقعش اللي واقف. بس هي عندها شوية مشاكل. عارف كل حاجة. طبعا في مساعدتك يا عم. يا ابني ما احنا بعتنا لها واحد من طرفنا سابته وطلعت على لبنان، بس هي دلوقتي ما شاء الله شغالة كويس وما خدتش من جوزها الحاج فرج عبرة. جوزها مين الحاج فرج ده؟ امال انا ايه؟ انا جوزها يا عمي. فكرة الكلام اللي انت بتقوله ده هيخش عليا. المهم انت عايز نعمل لها ايه؟ قبل ما اقول لك على اي حاجه لازم تفهم ان ده بيزنس، يعني كل واحد لازم يستفيد. وانت فكرك انا بعمل حاجه من غير ما استفيد منها؟ ده هو ده شعاري، بيزنس از بيزنس. الله، ده نفس شعار انا كمان على فكره. عليا النعمه انت واد او انت راجل.
يا بخت العنب. تحلقي لي يا زوزة. ماشي، بس انا بقى عندي ليكي خبر مش هيفرحك وبس، هيخليكي تتاكدي ان انت متجوزه واحد ما بيفكرش في الدنيا كلها غير في المصلحه، مصلحتك انت طبعا. انت هتقولي يا حبيبي، انا متاكده من كده. انت بتتريقي ليه؟ هو انا يا سمح الله قلت حاجه غلط؟ لا، بس انا من طريقتك اقدر افهم اذا كنت بتتريقي ولا بتتكلمي بجد. المهم عرفت. انت مش مصدقاني ولا؟ طب قولي لي، انت تعرفي واحد اسمه سيد بيه حمزاوي؟ ايش معنى؟ انت هتخشي لي قافيه؟ مش كل حاجه هزار يا زوزه. ماله سيد بيه الحمزاوي؟ اسالك تعرفيه؟ هو في حد في البلد دي كلها ما يعرفوش؟ ايوه، بس في حاجه مهمه قوي عنه انت ما تعرفيهاش. ايه هي؟ انه يبقى جوز عمتي. ما قلتليش الحكايه دي قبل كده يعني. يعني يمكن ما جاتش مناسبه. المهم ان انا كنت قاعد مع سيد بيه حمزاوي النهارده وكنا جايبين في سيرتك. سيرتي انا؟ خير ان شاء الله. عشان تعرفي يا حبيبتي ان مفيش حد بيفكر فيكي غير حبيبك فريد. انا لحد دلوقتي مش فاهمه انت تقصد ايه يا فريد. انا كنت قاعد مع سيد بيه حمزاوي من نص ساعه، قال لي على البيزنس اللي هندخله معاه. بس خدي بالك يا حبيبتي، سيد بيه حمزاوي قريبي اه، بس الشغل شغل، يعني كل حاجه بتمنها. قلتي ايه؟ طب وفرج ده انا هعمل معاه ايه؟ لا الحاج فرج بتاعك ده كلها يومين وهيرجع السجن تاني. قلت ايه؟ هتحط ايدك في ايدي ونبتدي الشغل؟ ولما انت يا حبيبي تحط ايدي في ايدك، امال حمزاوي بيه هيحط ايده فين؟ انا مش عايزها ترجع لعصمتي بالمحاكم يا منتصر، انا عايزها ترجع من نفسها وهي شايله ابنها على ايدها. يبقى مفيش غير الحل اللي قلت لك عليه يا حاج. انهي حل ده؟ قولهولي، مش فاكره. نحنا نضربها في السوق يا حاج كام ضربه كده نخليها تقول ان الله حق، يبقى مفيش قدامها بعد كده غير حاجه من اتنين، يا اما تتحبس يا اما تجيلك على ملا وشها وتقول لك انا تحت امرك. اهو انا عاوز الحل التاني ده. خلاص يا حاج، يبقى نبتدي الضرب. انا وانت نسافر سوريا ولبنان وتركيا ونشتري التجار اللي هي بتتعامل معاهم. ايوه، مش نعرف اسماء التجار اللي بتتعامل معاهم ولا هتسافر هناك تضبش؟ هسافر ليه؟ وانا هسافر لوحدي يا حاج. ايوه الحكايه دي مش محتاجاني، انت خير من يسد فيها. عارف مين اللي هيقول لنا يا منتصر؟ مين يا حاج؟ اللي قال لخليل على مكان زهر. ايوه بس دي صاحبتها يا حاج وانت عارف. الفلوس يا منتصر، الفلوس تفوت في الحديد، الفلوس هتخليها مش تخون صاحبتها وبس، تخون امها كمان. ومين اللي قال لخليل على مكان زهرة؟ هي يا حاج. يبقى هتقول لنا على اسماء التجار اللي زهرة بتتعامل معاهم دلوقتي. ايوه حاج، بس لو الموضوع اتهرش وزهرة عرفت. انت واد ما عندكش ذوق، ما عندكش دم، ايه اللي عمال تقول زهرة 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 كده من غير تكليف؟ قول مدام زهرة، الحاجة زهرة، انت ناسي انها مراتي؟ لا مؤاخذة يا حاج، انا فعلا نسيت، قصدي يعني لو الحاجة زهرة او مدام زهرة عرفت. طب انت ما قررتش الواد خليل عشان يقول لك لنا ولا قالت له؟ قررته طبعا يا حاج، دي حاجة تفوتني. طب قول خلصني. قال لي ان نوال مش طايق الجدع اللي زهر اسف قصدي الحاجه زهره متجوزاه ده، وانها عايزاها ترجع لك. الله، تصور ان ده الكلام اللي وصلني بالظبط. هو ده الكلام الحقيقي يا حاج. يبقى انت كل اللي عليك دلوقتي انك تكتب لنوال شيك وتحط فيه المبلغ اللي هو وتحطه قدامها كده بحيث انه يفك عقده لسانه. يبقى انا كلامي صح، مفيش قدامنا غير نوال. تحب اكبس عليها يا حاج واجيبها لك؟ لا 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 لا، المواضيع دي كبسك فيها ما ينفعش، الحاجات دي عايزة تكتيك جامد قوي، عايزة مخ نضيف مش مخ مهلبية زي اللي في دماغك. أنا مخ مهلبية حاج؟ حاج عيب، ده أنا منتصر صاحب الأفكار النيرة. الأفكار كتيرة منتصر على قفا من يشيل، مش مهم الأفكار، المهم إزاي الفكرة تتنفذ يا حدق. أما يا زهر اختي في الشغل ولا ايه؟ بقى انت بتشتغل في الشركه وما انتش عارف ان النهارده اجازه؟ لا ما هم لما بياخدوا اجازه ما بيقولوليش، وبعدين انا بشتغل بعد الظهر بس. النبي، ما هي اللي بتاخدها كل شهر دي خساره فيك. واحد غيرك كان وقف جنب اخته بدل الغرب. كل ما تحط وشك في وشها
هاتي هاتي هاتي. ما انت بتعرف حاجة يا اما. انت ما تعرفيش انه وقفت قدام الحاج فرج وما رضيتش اطوعه. ما رضيتش اطوعه في ايه يا خليل؟ الله 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 الله. انت سمعتي؟ انا ما كنتش عايزك تعرفي حاجة. ليه؟ علشان يعني ما تفضليش تقولي يا خليل اخويا طمعان فيا فرشين والكلام اللي بسمعه كل مرة. ما تتكلم يا واد في ايه؟ الحاج فرج كان عاوز يعرف مكان زهرة. هو انت كنت تعرف؟ ده قاعد يلف ويدور معايا ما خدش مني حق ولا باطل. وانت كنت عايز تعرف مكاني ليه يا خليل؟ لازم يا زهرة حبيبتي تعرف مكانك. انا اخوك الكبير ولازم اطمن عليكي. افرضوا انت بره في خطر عليكي، مش لازم انبهك ولا خلي بالك يا زهرة؟ انت ما تعرفيش الحاج فرج عمل معايا ايه. الحاج فرج فضل تهديد وترغيب وتجديد عليا، رمى فلوس قدامي وكنت بريل قدامي عليها وما رضيتش اتكلم خالص. ده عذبني يا زهرة، فضوني 4 مرات من الميه وما اتكلمتش. مش مزاجك لانك ما كنتش تعرف مكاني. لا كنت عارف. عارف من مين؟ انت قلت له ياما. طب هو عندك اهو اساليه بقى. مش امك اللي قالت لي. امال مين اللي قالك يا خليل؟ نوال. نوال مين هي الضيفه اللي عازمها الحجي على الغداء؟ ما اعرفش، بيقول ان في بينه وبينها شغل. والله انا خايفه يا فهيمه. فهمت قصدك، تفتكر ان ممكن الحاج يتجوزها من غير ما يخلص الموضوع زهره؟ يمكن وصلت. هاتشيكي تعالي نشوف شكلها ايه. ايه ده؟ ايه ده؟ اختي شخن عندكم دم؟ الدار انت وهي الدارو. ساتر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا ست نوال. اهلا، ازيك يا حاج؟ اتفضلي استريحي. والله يوحشني قوي يا حاج. هو بالكلام يعني يا ست نوال؟ طب اطمني عليا، اسالي عليا، ما انت عارفه مكتبي فين. والله يا حاج ده انا على ما بخلص شغلي يا دوبك بروح البيت ببقى هلكانه، باكل لقمه وانام على طول. احنا عايزين نفرح بيكي بقى، الشر انت بس على العريس وتكاليف الفرح كله عليا انا. خيرك سابق يا حاج. كويس انك بتقولي كده، غيرك ما تمرش فيه. ربنا يهدي النفوس يا حاج. عجبك اللي حصل ده يا ست نوال؟ والله يا حاج انا ياما غلبت فيها. عارف عارف انت عملت ايه، عشان كده صدقيني يعني انت ليكي معزه خاصه عندي. بصي في ده كده. ده ليه انا يا حاج؟ اه ده بمناسبه ايه؟ ما احنا لسه هنتكلم، لسه هنقعد مع بعض وناخد وندي في الكلام. يا سلام، هو انت في زيك يا ست نوال؟ الملف اللي طلبتيه هو ابو فراس بعت عينات لي يا ميش؟ لا لسه ما وصلتش. تأمري بحاجه تاني؟ لا سيبيلي الملف، انا هقارن بالاسعار الجديده والقديمه. اوكي. نوال افندم. هو مين اللي قال لخليل ان انا في شرم الشيخ؟ انا. يعني ايه انت؟ وانا مش قلت لك مش عايزه حد يعرف مكاني؟ هو قاعد يتحايل عليا ويقول لي ان في شغل مهم جدا ومش عايزه يروح من ايديكي. الشغل ايه ده؟ طب ما هو معاه رقم الموبايل، ما كلمنيش عليه ليه؟ مش عارفه، قال عايز ياخد الناس بتوع الشغل ويعملها لك مفاجاه. اه مفاجاه. كان لازم تقولي لي انا وين اتكلمي. بصراحه انا كنت عايزه اقول لك، بس انا اليوم ده تعبت جدا وروحت البيت فضلت نايمه طول النهار. الف سلام عليكي، ايه اللي حصل لك؟ مش عارفه، الدكتور بيقول ان كان ضغطي واطي. معلش عايزاكي تخلي بالك من صحتك، لو محتاجه يومين ثلاثه اجازه انا ما عنديش مانع، ولو محتاجه برضه اجيب لك حد يساعدك انا ما عنديش مانع. لا الموضوع ما يستاهلش، انا بقيت كويسه. طيب عال انا عايزاكي بقى الايام دي تصحصحي معايا، عندنا شغل مهم قوي. اطمني يا زهره. وزي ما قلت لك يا نوال مش عايزه حد يعرف حاجه انا مش عايزه اقولها له، حتى لو كانت امي نفسها. يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح القشطه، يا احمرتك انت يا جميل، ورده بلدي حمرا كده مدلعه. ازيك يا حبيبتي؟ قبط؟ الحمد لله خيرك موجود اهو، فضل وعدل من عند ربنا، الحمد لله. انا حبيت بس اعوضك عن فلوس الحاج فرج.
عشان تعرف ان انت مالكش غير اختك حبيبتك. وانا ماليش غيرك يا حبيبتي، انت عارفه احنا مالناش غير بعض، وانا افديك برقبتي، اللي يرشك بالميه ارش ميه المجاري. كتر خيرك، وريني عرض كتافك عندي شوف. ربنا يعينك على الشغل. كان عارف انا عارف انا عارف هوريلك انا عرض كتافي، بس انا كنت عايزك في طلب بسيط كده يعني. عايز ايه تاني خليل؟ اقول لك بس لازم عشان نشوف. بس يا زهره سمحت حبيبتي، انت اختي وحبيبتي وبتكافي عليا، اوعي تجيبي سيره على الفلوس اللي انا قفشتها دي لمراتي ولا لحماتي المعدده دي يا تمولولا. ليه انت شايفني يعني مصاحباهم قوي بقعد اسير معاهم عشان اقول لهم؟ برافو عليك، ولا تقول لماما، انت عارفه ماما دايما تبغبغ بالكلام قدامهم. ممكن ماما؟ لا ما تخافش مش هقول لماما. حاضر. شكرا شكرا، ربنا يخليكي ليا يا رب. المجنون ده طب عاوز اطلب منك طلب وتساعديني فيه. طلب ايه؟ اتفضل قول. ايه رايك في نوال؟ لسه جايباها دلوقتي شداها عشان تحرم تبغبغ كتير بالكلام. ما جربتيش تجلديها يعني؟ ابدا، ليه تعملي فيها كده؟ دي نوال بتحبك جدا وبتخاف على مصلحتك. ما تخلصني وتقول لي ايه الموضوع. انا عاوز اتجوز نوال. عاوز ايه؟ يا نهار اسود ومنيل عليك، عايز تتجوز ايه يا ولد؟ انت جننت؟ جنن ليه؟ هو اللي عايز يتجوز نوال يبقى مجنون ولا ايه؟ ده الحلال يعني. حلال ايه وحرام ايه؟ انت مش متجوز؟ ايوه متجوز، بس زهقت زهقت من الطرب اللي انا عايش فيها دي. تعالى يا خليل. لا قميص. تعالى يا خليل. موظفين ها؟ تعالى ادخل ايديا. بقى عايز البنت تصوم تصوم وتستر عليك انت يا بصره. امشي يا انا بصره. فاكره زمان لما كنت تقولي لي انزل يا خليل تحت سيدي هات لنا بصره عشان الفسيخ؟ لا مش فاكره. يلا امشي. عسل عسل. امشي 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 امشي. القرف. عايز يتجوز تاني يا اخويا، ادل على عندك الاول. نوال ايه؟ ده اكيد الواد ده اتجنن. تعالى هقول لك على حاجه وهتزعلي قوي. ايه؟ انا عرضت على زهرة اختي موضوعنا ورفضت. رفضت. ايه ده؟ الو. ايوه حبيبي، انت لسه في الشغل؟ انا كمان لسه شويه، بس بقول لك ايه، لو حسيت ان انت عايز تاكل ما تستنانيش. لا يا حبيبي البيت ما فيهوش اكل، انا هجيب معايا وانا جايه. عايز تاكل ايه وبعدين معاك بقى؟ لا انا اللي هجيب. طيب اوكي يلا خلاص خلاص، مع السلامه. واضح انها مكالمه غراميه من النوع الجدا. لا ابدا يا فوزي، ده واحد قريبي. قريبك؟ هو انت ليك قرايب يا نوال؟ اتصور قال ايه، طلع لي واحد بيقول انه ابن خال ابويا. يا قريبك اول الدرجه دي؟ وماله داخل سخن كده وملخبطك اليومين دول؟ جرى ايه يا سي فوزي؟ مالك مركز معايا قوي اليومين دول ليه؟ ايه حكايتك؟ يمكن معجب. قديمه انا عارفه يا حبيبي قلبك رايح فين. لا ما خلاص، لا حيطه سد في الطريق. وفي الحقيقه بقى يا نونو، انا قلبي اليومين دول بيستشعر طرق اخرى ما يكونش فيها حيطه. لا يا حبيبي الطريق ده فيه حيطه. ده كده بقى انا هعمل بطوله فيلم الطريق المسدود. خير يا حاج؟ خير ان شاء الله. انت دلوقتي بقى يا سيدي تقدر تسافر وانت حاطط في بطنك بطيخة صيفي. اشمعنى يا حاج؟ هقول لك اشمعنى. الدوسيه ده يا سيدي في اسماء التجار اللي الست هانم بتتعامل معاهم في سوريا وتركيا ولبنان، بس الاسماء الحقيقيه مش الاسماء الفشنك اللي انت جبتها لي. وفي كمان الاسعار اللي بتاخد بيها والكميات اللي بتطلبها. الله 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 يا حاج، ده على كده بقى تبقى نوال طبت. الله طبت ده ايه؟ ما تخلي نيتك حلوه يا اخي، الست نيتها حلوه وعايزه تخدم. على كده بقى اكيد سعادتك انبكتها. ده اول ما قرت المبلغ اللي في الشيك كان شويه شويه هتاخدني بالحضن، وبكلمتين حلوين كده بقت تحت امرنا في اي حاجه.
يعني انت دلوقتي تقدر تقول مكتبنا نافذ على مكتب زهر.